الو، هلا. يا هلا. اوكي، منو؟ دقايق عندكم. حياكم الله مشاهدينا من جديد في برنامج المسابقات الجماهيري فورزا اللي طلع عليكم يوميا على شاشه تلفزيون دوله الكويت القناه الثالثه من الساعه 11 للساعه 12. هيا مساء الورد والنور. هد اعصابك علينا. يا هلا فيك ومساء النور، ومساء النور عليكم جمهورنا، ونقول لكم كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه، ومبارك عليكم الشهر في خامس يوم رمضان. حلو حلو، بدايه موفقه. هي انا ما خرعتك، لكن لا ما خرعتني. شغال معنا اليوم، واكيد الكل اللي راح يشارك معنا اليوم باذن الله تعالى راح يفوز معنا ويكون قد التحديات. طبعا ايميلات كثيره حق البرنامج، وطبعا الناس دشت عليه في الانستغرام وحساب فورزا قالوا نحب نفوز واحنا قد التحدي، لكن بالنهايه ما يصح الا صحيح، واحنا اللي بنشوف اللي بيشارك معنا راح يكون قد التحدي ويفوز ولا لا. قبلها لازم نشرح القوانين وان شاء الله يفوز طبعا. يلا نشرح القوانين. شرح القوانين، قولي. اول شيء عمر المشترك ما يكون اقل من 18 سنه. نعم. وبعدين تكون البطاقة المدنية مو منتهية. نعم، بطاقة مدنية منتهية جددها لصالحك انت اصلا مو عشان البرنامج. بالضبط. وبعدين لما يفوز مرة خلاص. نعم. يعني ان شاء الله السنة الجاية تشارك معنا. خلاص فزت مرة معنا، عط يعني غيرك مجال، عط غيرك مجال انه يشارك. انزين، ولا يحق للعاملين بوزارة الاعلام انزين انه او اقربائهم يشاركون، خلونا بعيد. يعني احد بالوزارة هني يشتغل مثلا ما يجيب ولد عم ولد خالة. والله اخوي ولد عمي وخشمكم اجن، ما في هالكلام. استلام الجائزة بعد العيد. بعد العيد استلم جائزة، يعني اعتبروها عيدية. حلو. والشخص الفايز هو اللي يستلم جائزته بروح، مو ما في يستلمها بنفسه، وما في شخص ينوب عنه. بالضبط، ما في احد ينوب عنه. واخر شيء الاخوان والاخوات ما يشاركون بنفس الحلقة، إذا يحبون يشاركون يشاركون ثاني يوم. هذه طبعاً قوانين هي راح تسمعونها كل يوم إن شاء الله. بعطيكم طبعاً رقم البرنامج عشان توصلوا معنا 22412602. حقق لكم الرقم، يبقى تدرون شلون نطلع فاصل نشوفه مع بعض ونرجع مع التحدي. يلا رجعنا لكم مشاهدينا بسرعه بسرعه مع التحدي والمنافسه في فورزا. طبعا المتصلين معانا ان شاء الله كلهم يفوزون باذن الله تعالى. وعندنا متصل ناخذ ونقول الو الو عند هيا. يا غازي اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مسيكم بالخير، مبارك عليكم الشهر. علينا وعليك، تبارك اللهم امين. شلونك؟ طول عمرك باحسن حال. غازي بسالك سؤال. تفضلي. اليوم اخر الشهر صح؟ شلون اليوم اخر الشهرين؟ شو العاده هذه الغريبه اللي دائما الواحد اخر الشهر يحط كذي، انا والله بروح اصلح السياره وبشتري لي جهاز ايفون جديد، يطلع ما قضى ومضى على قولتهم. ليش؟ كل شيء عنده يطلع، يروح الصالون يصلح ماكينه سياره، يبدل تواير، ليش كله بدايه شهر تصير معنا شغلات غازي؟ شو تسوي؟ امر الله هذا. يعني خلاص كلكم شيء، يعني الكويتيين كلنا نفس الطبايع يعني. زين سوى نص الشهر، شو المشكله حلقت نص الشهر؟ تدري شو المشكله؟ واحد يقول انا ما قص شعري الا بعد المعاش، زين ليش يعني؟ محمد عبد الله، المشكله تدري شنو هي؟ ان على ما يصير اول الشهر خلصت الفلوس. قاعد تضحكون؟ ما عليه، عادي. ايش في محمد؟ لحظه ايش في اسم محمد؟ انا احس يلق عليه محمد. مشكوره، يعطيك العافيه. خلاص مشاهدينا انا اسمي محمد من اليوم اكيد. اليوم انت محمد خلاص. غازي غازي معاي؟ وياك غازي. احنا طال عمرك عندنا الحين الفقره الاولى حروف واماكن، مستعد يا بطل؟
ان شاء الله. راح نعطيك حرف، ركز معي، راح نعطيك حرف واعطيك مكان، وتعطيني بالمكان هذا شنو يبتدي بهذا الحرف اللي راح اقول لك عنه اربع كلمات، اوكي؟ خلينا نشوف الكمبيوتر شو راح يقول. وانا راح اعد معاك. يلا خليك مستعد يا غازي. اوبا، حرف العين. وعسكم الله الحيوانات. شو الحيوان يبتدي بحرف العين؟ أربعة. سريع. عين. شنو؟ قول. عنكب. اي واللي عنكبوت شنو قاعد يقولون؟ صوتك يقطع. اوكي سمعت انا عقرب، عنكبوت صح؟ لا لا لازم يقصر التليفون. التلفزيون. عقرب عنكبوت. اي. الصوت انا اشوف، انا اعتذر، انا اشوف، انا ما اذا كنترول، خلينا نشوف هو قال عقرب وعنكبوت. بس لا يقطع الاتصال، اتمنى ما ينقطع الاتصال. غازي موجود؟ خلينا نشوف الكمبيوتر. قالهم صح؟ بس عقرب وعنكبوت. عيل عطني اشاره مالت الكمبيوتر. الف مبروك، الف مبروك، الف 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 مبروك. 30 دينار كاش مقدم من وزاره الاعلام. شوف ترى انا ما سمعت، يشهد رب العالمين. اللي سمعوك طبعا موجود معنا. غازي، غازي موجود على الخط؟ تو سكر الخط. احنا يا جماعه تكفون في يعني اكثر من مره نقول هالملاحظه، الله يخليكم، يعني لما تتصلون علينا حاول انه ما يكون صوتك مثلا، في ناس تشبك سماعه هذه البلوتوث، عرفت شلون؟ ما نبيها. غير كذي لا احد يطول على صوت التلفزيون، حاول تسمعنا من السماعه نفسها. يعني في بعض الامور الصوت ترى انا ما سمعت منه ولا شيء، يعني حتى انتم يمكن الناس اللي يتابعونا شافوا انه ما بين معي الا عقاب، كأنما عقرب قال. قال عقرب، قال عنكبوت، وقال شغله ثانيه عصفوره او شيء انا بس الصوت مشكله الصدى. ما سمعنا، لكن يمكن كان اوضح عند فريق الاعداد عندنا، وان شاء الله طبعا هم جاوب، عسى الله عسى الله يوفقه ان شاء الله. اهم شيء، اهم شيء انه فاز والمخرج فوزه. حلو فاز. لا ما جامله من جد وجد، هو قال صح عشان كذي بولند يعني خلاه انه اوكي فايز. فيا ريت بعد هم ما يسكرون التليفون، يعني خليكم معنا شويه، ابقوا معنا خط خسول معاكم، خلينا ندردش شويه. يلا بعد عندنا اتصال، من عندنا؟ عندنا عواطف. عواطف، يا هلا بعواطف. هلا فيكم. يا هلا فيك، مبارك عليك الشهر. علينا وعليك. عواطف مستعدة؟ إن شاء الله. عواطف شنو مخططتي بداية الشهر هذا؟ يعني تدرين أول يعني الشهر لازم واحد يخطط حق العيد. والقرقيعان كلش ما سويتي له شيء؟ لا والله للحين. لا لا خلاص، لا ما هذه خطتك مالت أول الشهر، تخططين حق القرقيعان. بس تو الناس لا مو تو يتهيألك والله ما على ما تروح تجيب وتجهز والملابس والعيال والقرقيعان. يعني أنا سؤال الحين بسألك أختي عواطف. عواطف يعني أنت الحين يومين تروحين السوق ما تسكرين هالموضوع كله؟ يومين ورا بعض؟ لا يوم واحد، يعني مو يومين، يوم واحد كافي. على ليش تبكر ولو بجهز حق القرقيعان وتسوينها قصة وكنا ما أدري تبنين بيت؟ هو قرقيعان وخلاص، تروحين يوم واحد وتسوين شغلك عادي، طلع من الصبح ردي المغرب كافي. عدل؟ ايه كافي خلاص. ايه هذا هو. برافو عليك. عواطف الحين نبي ان اهم شيء تكوني مقصرة على التلفزيون عشان تركزين معنا ان شاء الله. يلا يا بطلة نشوف الحرف. خلينا نشوف حرفك شنو يا بطلة اللي راح اختار الكمبيوتر. من خلال الحرف هذا طبعا تعطينا اربع كلمات تبتدي بحرف الالف، والمكان حرف وين؟ الالف والمكان في المطار. اربع كلمات. الف في المطار. يلا سريع 20 ثانية. قولي أول ما تدخلين تشوفين الناس. استعلامات. يلا ساعدتك. استعلامات كملي بالمطار. استعلامات. يلا ها شغل القمقمة شوي. شيء يكون على الاقناط. مع الأسف، مع الأسف يو لوز. مع الأسف خسرانة 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 ثلاث مرات، لكن نقول لك ما علينا. اتمنى طبعا تشاركين معانا مرة ثانية، تكونين قد التحدي وتفوزين بالكاش. عبد الله شلونك برمضان؟ انا؟ تقول تعبت وحياتي بس من الشغل والله تبي صدق. انا هي اي والله قلت حق هي قبل الهواء، قلت لها صاير عندي ضغط من اول ما اقوم من النوم، كل شغل يعني، ويدخل ويا النادي بعدين تفطر بعدين ريح شويه بعدين على طول البس وكذا واروح على طول وين؟ اي التلفزيون. فيوم كله مضغوط، وان شاء الله الله يعطينا العافيه ويساعدنا ان شاء الله ليل العيد ان شاء الله باذن الله. باذن الله. معنا حسين. الو. يا هلا بحسين. يعطيك العافيه. الله يعافيك ويسلمك. مبارك علينا وعليك تبارك اللهم امين. شلونك؟ والله الحمد لله. جاهز للتحدي؟ جاهز للسؤال؟ ان شاء الله. ان شاء الله. السؤال مع عبد الله. يلا يا بطل، طبعا راح نعطيك حرف الحين، راح اختار الكمبيوتر. اوكي؟ ان شاء الله. خلينا نشوف الكمبيوتر. حرفك راء. اوكي؟ راء. اي راء. شهور سنة هجرية. سهل. شنو يبتدون بحرف الراء؟ أربع كلمات. أربع كلمات. أربع أشهر.
أربع أشهر بدون ربيع الأول إيه ربيع الثاني إيه رجب إيه رمضان. خلنا نشوف الإجابة ألف مبروك 30 دينار كاش مقدمة من وزارة الإعلام. راح حسين خذ الإجازة خذ الجائزة وراح بسرعة. عليك ألف عافية. وينك مستعيل يعني؟ تخيلي أصدمني وأنا أقول ألف مبروك طرباخ مسكر تلفون طوط طوط. بس السؤال ترى سهل حلو كان خفيف حلو. ويعني سهلات عشان إيه؟ عشان ما حد يقول لنا الأسئلة صعبة وأسئلتكم ما تنحلها. أنت ليش قلت هالملاحظة؟ أنا وصلتني. شنو يقولون اسئلتنا صعبه؟ والله مو صعبه اسئلتنا. والله العظيم كلام هذا يمكن ياني استاذ مخرجنا بولند ونايف النعمه وشيء طبعا اوجه لكم تحيه. وصلنا امس وايد مسجات وبنفس في الانستغرام وفي السناب شات وحتى اهلي ايش فيكم السنه هذه اسئلتكم صعبه؟ لا يبقى اسئلتنا مو صعبه، اسئلتنا بسيطه والفقرات كلها متميزه وقاعد ننوع وقاعد نسوي شيء مميز احنا كل سنه. وبالعكس يعني بالعكس احنا نبيك ما تتعود على رتم واحد في البرنامج. صحيح. كل ما ننوع لك عشان انت تستمتع بالبرنامج، هذه الفكره. وبعدين الغرض ان نزيد شويه من الثقافه المعلومات. صح. اذا بنعيد نفس. صح. الاسئله ونكرر نفس. صح. الاسئله السهله ما سوينا شيء. انا اقدر اعطيك اقدر ابلشك البرنامج من بدايته ليه اخلص للعيد، اقدر اعطيك كل اسئله تخص دوله الكويت الغاليه، اقدر ما عندي مشكله. بس انت هم تبي معلومات عامه، تبي تعرف مثلا عن الخليج، تبي تعرف عن دول الوطن العربي، تبي تعرف اسئله عن العالم، اسئله رياضيه، اسئله عامه، تبي تعرف كل شيء. فهذا اللي خلي يمكن برنامج فورزا متنوع ايضا بالاسئله، وبنفس الوقت مطلوب منك سرعه البديهه ومعك 20 ثانيه يعني مع الكمبيوتر لما تشتغل، خاصه في فقرات الصور والحروف والكلمات المطشره والمبعثره على قولتنا. في وايد امور عندنا لكن محتاجه تحدي قوي. ومثل ما قلت عبد الله، هو الموضوع كله محتاج انك ما تفكر في الوقت، يعني تخلي تركيزك وذهنك صافي. تهاني ريلاكس. وعندنا تهاني. تهاني هلا والله. هلا اهلا وسهلا، بارك عليكم الشهر. علينا عليش تهاني، شو اخبارك؟ الله يسلمك. عاش مشافك. انتو شلونكم؟ ان شاء الله تمام. والله احنا طيبين، نسلم عليك ونسال عنك. الله يسلمك. شلونك؟ شلون الجماعه؟ كلهم تمام؟ والله بخير الحمد لله، مرمضونين مرتاحين الحمد لله، اموركم طيبه الحمد لله. والقيمات واللمه وهذه الحسون والحوش مبطل مستانسين عدل؟ ندري بعد رمضان لازم لمه ويمعه وهالحوسه وهالطباخ. عسى الله يوفقكم ان شاء الله. زين تهاني، احنا الحين بفقره، فقره احرف واماكن، تعرفينها صح؟ اي اوكي. بعطيك الحين حرف، خلينا نشوف الكمبيوتر شلون راح يختار لك، وخليك معانا بسرعه يا بطله ومعك 20 ثانيه. حرفك حرف الباء والمكان. اوكي، التوقيت في فصل الشتاء، انتبهي، التوقيت في فصل الشتاء. في الشتاء. في الشتاء شنو؟ اربع كلمات في الشتاء. حرف الباء ايه؟ والشنو؟ شتاء شتاء، بالشتاء شنو في باء؟ باء بحر. ايه؟ لا لا مو بحر. برد. يعني برد. اوكي. وبالطو. بالطو. اوكي. بردي. اوكي برافو. بنطلون ايه عشان تلبسه بالدفة. خلنا نشوف الكمبيوتر. خلينا نشوف الكمبيوتر. لا خلينا نشوف الكمبيوتر، لا نستعيل. بطانيه خلينا نشوف الكمبيوتر. بطانيه قالت بطانيه. المفروض تقولين بطانيه قبل ما تقولين بنطرون. زين البنطرون ما يعني احنا قاعد نتكلم عن موضوع، قالت المفروض برد، بردي، بطانيه، بالطو، برق، وايد امور يعني. يعني البالطو وبنطرونه. يعني بنطرون. اوكي البنطرون. اوكي معناته البنطرون. لحظه عفوا، انت البنطرون البالطو الشتوي. البالطو تلبسينه بصيف شتاء؟ لا البنطرون مخمل. لا اي شيء اي شيء يخص الشتاء، احنا قلنا اي شيء يخص الشتاء. البنطرون اللي بصيف شتاء، احنا قاعد نقول بالطو. البالطو في الشتاء ما عليه، معوضه. حتى البالطو احنا يمكن مشيناها حقها. بطانيه نفس الشيء، لكن في لازم تكون يعني الكلمات دقيقه 100%. ان شاء الله تشارك معنا مره ثانيه، وان شاء الله تفوز باذن الله تعالى. ان شاء الله تفوز. يلا يا بطل عندي من اتصال. الاتصال اللي معانا عيسى. الو مساء الخير. هلا بعيسى. هلا والله، شلونك عيسى؟ شلونك؟ شخبارك؟ الحمد لله طيب. مبارك عليك الشهر. قال لك عبد الله انا شلونك شخبارك؟ يا عبد الله يضحك. عبد الله لا اسميك محمد الحين. يلا كيف تعرفي معنا مشكله. عيسى شلونك؟ والله بخير الله يسلمك. جاهز للاسئله؟ جاهز. ولا مكثر تشريب؟ ها لا جاهز. اهم شيء الحركه ضبطت معايا. ان شاء الله مسابقتنا احرف واماكن. نشوف أوكي. الحرف على الكمبيوتر وحين اقول لك المكان. حرفنا حرف بطل. السين والمكان دي. بالمطعم. اوبا بالمطعم. شلون؟ سمبوسه صح. سلطه سلطه ستين ستشين
وسلة وسلة أمورك طيبة يا أخوي. سلة شنو زين؟ سلة خبز؟ سفرة 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 بس قالوا. خلونا نشوف الكمبيوتر ألف مبروك، إجابتك صحيحة و30 دينار تعال. كاش يا عبد الله، وإذا حضر الكاش ينتهي النقاش. هيا وهو طبعا هو أنهى النقاش وسكر الخط وراح. تكفون انطرونا شوي بنسولف معاكم. هذا بس أقول مبروك القطر باء 25 تلفون. أنا عندي فكرة إيش رأيك نسولف معاه قبل الله نسألهم؟ أنا بتفق معاهم يعني اول ما يتصلون علينا بقول لهم يا جماعه الله يخليكم لا تسكرون التليفون. احنا سويناها امس لكن خلينا نشوف نجرب زين. الحين شنو فاصل ولا لا؟ مو فاصل احنا كل يوم نروح ديره. ايه اليوم وين بتسفرني اليوم؟ اروح الدوحه. قطر الله يا قطر. الله يا قطر ولي احد قطر وجمال قطر وتطور وعمران قطر كل شيء قطر الحين زين. على طاري قطر خلينا نروح نسمع اغنيه كذي تحسها روحها قطريه. يلا اغنيه حقها القطر. يلا نرجع لكم بسرعه مع التحدي. حبكم علينا دين ونشيلكم بالعين ومن أجلكم كل بيت أبواب مفتوحة. من عمر رجعنا لكم مشاهدينا بسرعة مع التحدي والمنافسة في فورزا. مثل ما وعدناكم راح نروح قطر هلا بالدوحة وأهل الدوحة والتاريخ اللي تشوفونه وراي الجميل هذا في سنة 2022 راح يكون هناك كأس العالم لكرة القدم بالدوحة. وألف تحية للدوحة وشعب الدوحة ونقول لهم بارك عليكم الشهر. حلو ومعانا بيبي. يا هلا بيبي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. يعطيكم العافية. الله يعافيك ومبارك عليك الشهر. علينا وعليك حبيبتي. بيبي اليوم احنا ماخذينك وبنغير جو معك. حبيبتي. يا هلا. أول مرة ساعدوني. حاضر. أول شيء بيبي أنت من وين؟ من عيونك حبيبتي. بيبي أنت من وين؟ من الكويت. كويتية أنت؟ إيه. ما اللهجة شوي من شلون؟ نعم. ماي كلامك مو كويتي شوي. ما مكسر. إيه خليجية توقعت ما حسيت بحرينية إماراتية. لا. يلا ونعم فيك في كل الاحوال. ما عندنا مشكله. ينعم بحالك بيبي. احنا بناخذك ونودك قطار وبنونسك ان شاء الله. زين ان شاء الله اذا قدرنا نفوزك. واسئلتنا كلها قطريه يا بطله. اسئلتنا اليوم راح تكون كلها عن قطر وانا وهيون بقطر موجودين الحين. اوكي يلا. السؤال الاول،
كم مرة حقق منتخب قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم؟ بطولة كأس الخليج. حلو. لكرة القدم. يلا معك تايم. كم مرة حقق منتخب؟ كم مرة؟ ينعدون على أصابع. ها. يلا كم مرة حقق منتخب قطر بطولة كأس الخليج؟ ينعدون على الأصابع. ينعدون على الأصابع. قولي. خمس مرات. كم؟ خمس مرات. ينعدون على الأصابع. خلنا نشوف الإجابة. بيبي قاعد أسوي لك ينعدون على الأصابع. يو لوز. قاعد أسوي لك ثلاث مرات شيء ينعدون على الأصابع. صار أساعد نية تسوي لك ثلاث مرات. ثلاث مرات. عشان لا تقولين ما ساعدتيني قاعد أسوي لك ينعدون على الأصابع اللي طلعي أصابيعي. إحنا نتمنى طبعاً من بيبي إن شاء الله تتصل علينا مرة ثانية وتكون قد التحدي وتفوز بالكاش. عندنا اتصال ثاني. ما زلنا في قطر. قطر في الدوحة. محمد. محمد. محمد وجاسم. هلا حبيبي. مساك الله بالخير. بالخير والعافية. مبارك عليك شهر حبيبي. علينا وعليك حبيبي. شلون صحتك؟ والله الحمد لله بخير. تمام كل شيء تمام. شو رمضان وياك؟ تمام والله بخير الله يخليك. شو تابعت مسلسلات شيء السنة هذه؟ لا والله كذب. ما تابعت شيء؟ ما بلشت للحين. اي والله. بتبلش 15 رمضان بتشوف مسلسلات، يعني بتشوف من حلقة 15 ها؟ ليش؟ شوف بعد رمضان حرام حارق نص المسلسل. محمد لا تسكر الخط اذا فزت ولا اذا ما فزت خليك معنا على خط خل نسولف لا بندردش معك وقبل لا ندخل بالسؤال شنو اكلتك المفضله برمضان الحين قلت تشريب لا تقول تشريب ما تدري شنو سلطه محمد سلطه لا تقص علي لحظه 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 خطير محمد خطير محمد دقيقه دقيقه محمد انت كويت تقول لي سلطه ايش الحكي اذا مو دهن ها والعيش شيء مبلل وحوسه بالصينيه كذي اخر شيء وتاخذه وتاكل ها عشلون ولا سلطه ما سلطه وين سلطه قص علي سلطه يمكن يسوي دايت يمكن خلينا نشوف رمضان مقرر يسوي دايت عموما يبين انت المفروض تقولي تشريب الجيمات دسمت انا عشان اصدق يطلع كول جايب يطلع كول انا رياضي وقاعد اكل دهن هذا الكويت عرفت شلون يلا اوكي خليك مستعد للسؤال يا بطل اوكي بعطيك سؤال حيل سهل حيل سهل عشان تفوز عشان سالفه السلطه اي عشان السلطه عشان سالفه السلطه السؤال رقم 2 ما اسم العمله المعدنيه بدوله قطر ما اسم الدوله ما اسم العمله المعدنيه بدوله قطر بعد اسهل من كذي ما في عملة قطر قول ها ما في اسهل من كذي فلوسهم شنو قطر فلوسهم شنو ايه اللي يقول لك اعطيك اياهم قول تايم سهل درهم ايه خلنا نشوف الكمبيوتر خلنا نشوف الكمبيوتر شنو يقول شنو يقول الكمبيوتر الله عليك يو وين عليك بألف عافية 30 دينار كاش مقدم من وزارة الإعلام تستاهل عليك بألف عافية بالسؤال ليش طولت محمد؟ ليش طولت محمد؟ مبروك عليك ضيعت لا يعني سؤال يعني قاعد أقول لك عملة قطر عارفها؟ صدمني ها؟ لا ضيعت أقول عملة المعدنية أنا قلت لك أنا أشوى أنا خفت أنك تخابل غازك الورق أنا قاعد أتكلم عن العملة المعدنية الخردة يعني هذا كله من السلطة أتوقع السلطة بس شوية بس ما غذتك السلطة لا بالعكس السلطة غذتها والدليل ما فاز أخرتها يلا عشان الله يوفقك إن شاء الله مبروك عليك الكاش تستاهل شكرا لك حلو 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 هو بيني وبينك السؤال ترى يبي له شوي سرعة فيديو مو سهل هو شوية في بعضهم يقول لك عبال العملة عملة قطر لا هي يعني قاعد نتكلم احنا عن العملة المعدنية اللي هي الحديد فيها تراكت يعني صارت حديد شلون عندنا 100 فلس يمكن عرفت شلون؟ بس اوكي بس جاوب صح وهذا المطلوب منا. عندنا اتصال ثاني مها عندك؟ مهاوي. الو هلا. هلا والله مهاوي شلونك؟ الله يحفظك بخير شلونك؟ ومبارك عليك الشهر. علينا وعليك. ها جهزتي حق القرقيعان ولا للحين؟ بعد باقي بعد يومين. للحين. الظاهر مأذينك في المطبخ كل شوي يقولوا لك نبي الاكل الفلاني شكلك تسوين حلو حلو. اهم شيء انه حلو 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 صح قلتي تسوين حلو حلو صح شكلك تسوين شيء اكلات حلوه فماكو مو راضين يهدون حلو ما يصير مو حلو تسلمين انزين مهاوي شوفي احنا مستمرين في قطر وقاعدين للحين ما طلعنا صراحه ما ملينا فبس قبل لما تخلصين الجواب لا تسكي التليفون ندردش معك شويه على ما نشوف سؤالنا حلو اسالها سؤال عندك رقم 3 اوكي وركزي على الشاشه يا بطله
يلا. ما اسم المدينة الرياضية التي افتتحت عام 2005 في قطر؟ ما اسم المدينة الرياضية التي افتتحت 2005 في قطر؟ اي 2005 2005 لا. الأهل يمش اسأليهم ما عليه يو لوز مع الأسف يعني جاوبي قول أي شيء قول أي شيء تبين مها مها جاوبيها أول شيء هي أكاديمية سباير زين مها يمكن لأن السؤال رياضي وأنت يعني بحكم إن إحنا البنات في ما لنا شغل بسالف الرياضة مها ما مو مصيت ايش قالت لك اذا خلصنا سواء فزتي ولا ما فزتي زعلت لا سكرين الخط ما يخالف طبعا اتمنى طبعا تشارك معنا مره ثانيه وتكون قد التحدي وتفوز بالكاش لكن يعني انا اشوفها معلومه عامه يعني ما لها شغل يعني عاده ما نهتم شوي حق الرياضه لو قايل عرضه زياد لو قايل لازم عرضه زياد تدخلت لنا عرضه زياد كل شيء لو قايل مثلا حفله غنائيه خلينا نشوف انزل يمكن المتصل اللي بعده يفوز خلينا نشوف احمد اهلا وسهلا بارك لك الشهر اهلا عليك شلون صحتك بخير الله يسلمك شو اخبارك بخير الله يعافيك شلون رمضان وياك شلون بخير الله يسلمك فطورك سحورك رياضتك امورك طيب اهم شيء اهم شيء التشريف صراحه ايه انت من ربع التشريف ها تشريف يعني انا كنت توني بسالك شنو اكلتك المفضله برمضان طلعت تشريف ما يبيها التشريف بعد صدق ما يبيها لان ما نشوفها الا كل سنه مره يعني كل سنه نشوفها يعني برمضان يعني الحين اللي ياكل تشريب احمد اللي ياكل تشريب ياكل عيش نفس الوقت ولا لان التشريب فيها خبز وكذي ولا عادي خلط والله هو التشريب صراحه اهم شيء اللي عارف ولا تحط التشريب فوق العيش لا انا اسويها انت تفرق عندي انا ما تفرق عندي احب الصحن مالي يكون يعني مشكل كنا بوفيه عادي عجمت في سلطه سايح المايونيز داش على العيش والعيش داش على هذا التشريب والعفس هذه كلها استانس امزج يمكن تحس ان الصحن كرتش يلا حلو المهم يا بطل احمد احنا الحين موجودين في قطر واسئلتنا كلها قطريه بحت 100% راح نسالك سؤال عن قطر خليك مستعد يا بطل توكل والسؤال يقول ما اسم الحي الثقافي في قطر ما اسم الحي الثقافي في قطر شو اسمه ما يبي له بعد سؤال سهل يبتدي بحرف الكاف يبتدي بحرف الكاف راح يذبحني بول مو اكثر من كذي مو اكثر يلا شنو سمعت انا شيء قال كت شنو عيده كتارة انا ماليش دعوه قال كتارة الف مبروك اجابتك صحيح 30 دينار كاش يا ويلي يا ويلي انا جاوب 30 دينار كاش مقدم من وزاره الاعلام انا ما لومه لما نطول شوي انا اسف قلت لك حرف الكاف يا استاذ انا اسف المفروض لا بس هو طول شوي على تعرف التشريب شوي على ما الواحد يبتدي يهضم بعدين تطلع الطاقه ويجاوب الكاف بولن قال لا تغشش انا ما ادري انا اسف استاذ تكفى انا اسف احنا قاعدين نساعدهم شوي اقسم مراتي ماكو مشكله كل ما اقول اقسم مراتي ما بقى شيء بقى شيء مراتبك ما بقى شيء ما انا كذا بقصص لحظه كم متسابق انت اقسم مراتبك كل اقسم مراتبي ما بقى شيء انا حاسه خلاص خلاص ما اقدر على الوزاره احبهم ما اقدر اللي يبون اللي يامرون علي انا ما عندي مشكله يلا عموما عليك بالف عافيه ومبروك وتستاهل الكاش عندك الحين كنا علاء علاهن علاهن السلام عليكم يا هلا بعلاهن يعطيكم العافيه يا هلا فيك هذا الاسم قاعده ابتدي اسمعه يعني العلا صح اي نعم هذا الاسم بلش لا انتشاره يا شيء يعني اسم من الاسامي الغريبه صح علاهن من باب نعم. تعداهن يعني لا علتهم يعني صارت الاعلى شيء من باب تعداهن ممكن تعداهم للعلا اي اسم غريب لكن حلو ان شاء الله تفوزين جزاكم الله خير مبارك عليك الشهر ما باركنا لك الاسم سمعنا الاسم واستنينا مبارك عليك الشهر علينا وعليكم انا يعني شي ودي استفسر شنو اكلتك الحلوه او المفضله في رمضان احب خبز العروق والقيمه اوه شغل عدل والله العظيم انت يعني بتيها بالصميم اي غير شوي كلها قيمات مو القيمات كلها تشريب المهم انت قاعد تشوفينها بالتلفزيون قاعد تشوفينها صح؟ اي نعم حلو ممتاز يلا السؤال راح يكون عن قطر وسؤال عند هيا يلا يا بطله وركزي معنا يقول لك اذكر اسماء متحفين من متاحف دوله قطر
بس متحفين. متحفين من متاحف قطر؟ إيه. ساعدوني. يعني دائما كل دولة يصير عندها متحف يسمونها متحف قطر الوطني واحد، والمتحف الثاني متحف العربي للفن. عدليها شوي، عدليها. المتحف العربي للفن. قصدك المتحف الإسلامي. هي قالت متحف العربي للفن، غلط. ما في اسمه متحف او متحف الفن الحديث يمكن. المفروض هي المتحف الفن الحديث، متحف الفن الحديث. الإجابة صحيحة، لكن الإجابة غلط. منها طبعا تشاركين معنا مرة ثانية تكونين قد التحدي وتفوزين بالكاش. سريع سريع مشاهدينا، نطلع فاصل صغير ونرجع لكم مع فورزا. بسرعة بسرعة بسرعة، انا بطلع خلاص مع فورزا. الو، هلا. يا هلا. اوكي، منو؟ دقايق عندكم. مستمرين معاكم مشاهدينا مع التحدي والمنافسة في فورزا. طبعا وصلنا حق الكلمات المبعثرة المطشرة، كلمات ملخبطة الملخبطة. طبعا الفقرة هذه في ناس يخافون منها، في ناس يخافون منها، لكن يعني نقول الأغلب ما يخافون منها. أنا أشوفها سهلة، مو مثل جوجل إيرث. عموما عموما كلمات مطشرة مبعثرة ملخبطة، عد صاغتها وعطني جملة صحيحة وألف مبروك عليك الكاش مقدما. تقدر؟ تقدر؟ إيه. دق على فورزا. هذا ثامر معك. شوفي ثامر معايا الحين يقدر. مرحبا مرحبا ثامر. مرحب يا مرحب. مبارك عليك الشهر ثامر. علينا وعليك الله يجزاك خير. ثامر شوف عبد الله يقول إنه يعني لازم يفوز، وأنا قاعد أقول أصلاً ثامر يقدر يفوز وعادي راح يفوز أصلاً معنا، صح؟ توكلي على الله إن شاء الله. توكلي على الله. يلا الحين السؤال ليك. أعطوني كم كلمة أهم شيء. إي أنا أحب الناس الثقة اللي يقول يلا توكلي على الله، ما يخاف. يقول أعطوني أهم شيء كم كلمة يعني. لا هي كلمة واحدة بس مطشرة. هي كلمة واحدة مطشرة وأنت بترتبها وتقول لنا اياها، يعني احرف ويمكن تكون كلمتين. اي ممكن تكون فنان اسم شيء. مخرجنا يقول ما في. شوف والله اقول لك شغله، احمد اسمه ثامر. ثامر والله العظيم ودي اساعدك بس تدري انا بولن ذبحني مخرجنا. لا 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 مو راضي، انا مالي شغل ترى، احنا ودنا نساعد ودنا نوضح لكن والله ما نقدر. بس شد حيلك شد حيلك ان شاء الله الامور طيبه. ثامر ركز على الشاشه الحين وراح تطلع لك الكلمات او الاحرف المطشره على الشاشه. شوف يلا وين المطشر هذا. المطشر معك 20 ثانيه روح. ايه عيونك. أنا ماليش دعوة. You lose. أنت خسران مع الأسف. بدي همزع لتي. شوف والله يا ثامر احنا زعلانين عليك وايد. ثامر قال لي توكلي على الله وجي وانا خداع. لا لا ما عليه ثامر، ارجع مره ثانيه وجرب شارك ان شاء الله راح تفوز باذن الله تعالى. يعني هم ايش يخافوا من يعني انا احس انه ما يبي يتعب يعني بالزبده ما يعني يصير. حاول تعصب والله انا يعني حتى وهي طالعه قاعد احاول، مع ان انا عندي الاعداد بس قاعد اقرا شوي. حاول تعصب.
حاولت تعصر شوي طلع الكلمه. اي والله يعني فكر فيها شوي، عصرها بمخك شوي، طالعها ركب هذا. صدقني مثل هو صدق جمله واحده، كلمه واحده عفوا، يصيد الجمله كامله، وحتى كان كلمتين او ثلاثه ما عندك مشكله لو بس تصيد واحده. صح، بس انا لو مكانها صراحه عادي ما. واحنا ترى في الكلمات احنا هي بالكلمات المبشره والمبعثره ترى قاعد نحط لكم شغلات مشوار، ما حط شيء صعب يعني، انت بتجرب تقراها شويه تطلع لك الجمله، راح تشوفها سهله واضحه، عرفت شلون؟ خلينا نشوف يمكن المتصل اللي بعده يجاوب. خديجه السلام عليكم. طبعا الكلمه كانت وطني النهار. وطن النهار، وطن النهار، وطن النهار، وطن النهار، لكن ما جاوب ثامر. عندنا كنا خديجه. خديجه، خديجه السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الخير، بارك عليكم الشهر. علينا وعليك، اخبارك؟ شو اخبارك؟ شلون صحتك؟ الحمد لله بخير. تمام، كله اوكي الحمد لله. خديجه، خديجه لا 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 تنشن تنشن، سوي كذي، ريلاكس ريلاكس، ماكو شيء، ما كل العافيه. عادي عادي، اتصال نجحتي ما نجحتي، مو استانستي معنا واستانستنا معك. خديجه انت مستعده الحين حق فقرتنا هذه ولا لا؟ اي مستعده. احنا الحين في الفقره الاهم، الكلمات المبعثره، الكلمات المطشرة، عيدي لي صياغتها وعطيني جملة صحيحة أو كلمة صحيحة وفوزي بالكاش. مستعدة؟ ماشي مستعدة. خلينا نروح مع بعض ونشوف الكلمات المبعثرة. يلا جاي معك على الشاشة. يلا. يعني هي شنو الكلمة؟ عن شنو يعني؟ اقري، حاول اقري اقري اقري. ليش المطر؟ ترى سهلة. اقري. يعني شنو، فنان ولا شنو؟ لا مو فنان ولا شيء، جماد. جماد؟ جماد. اي يو لوز، والاجابه صحيحه بوابه دسمان. مع الاسف الاجابه صحيحه بوابه دسمان، واشرت تسوي الاشباب باب وراح يخصمون معاشي، وانت ماكو مشكله يخصمون بعد يخصموني بعد. الحين الحين قاعد يطالبوني، الحين قاعد يطالبوني، انا اعطيهم حول ولا قوه الا بالله. يلا زين مو مشكله، ان شاء الله تشارك معنا مره ثانيه وتفوز باذن الله. عندك خالد. خالد هلا، حياكم الله. يا هلا بك، الله يسلمك. هذا البور ومبارك عليك الشهر. علينا وعليك، صراحه المفلوف اللي لابسته حلو بعد عمري. شكرا شكرا من ذوقك. شوف جنبك، الجنبك زايقين علينا بقى. الله يسلم عمرك، هذا ذوق منك يا طويل العمر. الله يحفظك، الله يسلمك حبيبي يا ابو وليد، وجزاكم الله خير على البرنامج الحلو صراحه. يا بعد عمري، الله يسلم عمرك. هذه الاتصالات اللي تفلت الصدر. اوكي المهم ابو وليد، انا ودي انك تفوز. اوكي الله يجزاك خير، والله انا اول مره اشارك. حاضر 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 حاضر، لكن ابيك تركز معي. انت اول شيء قاعد تشوف التلفزيون صح؟ قاعد تشوفنا بالتلفزيون صح؟ قاعد تشوفنا. والله توني واصل انا. حلو. زين ملامك. حلو، بس انا بتاكد من الموضوع هذا. يلا اوكي. عندك الحين اعتقد كلمات مبعثره، كلمات مطشره، اختار لك اياها الكمبيوتر، عد لي صياغتها وعطني الجمله الصحيحه. هو هذا السؤال ما نقدر نغيره، شوف الاحرف وحاول بسرعه. شوف الاحرف، شنو الاحرف؟ انا مني، انا مني، انا مني. شو اسمي؟ ايه شو اسمي؟ إيه انتي؟ ايه والله لا تلوميني. لا لا يا ابن الحلال، حرام عليك. يولو وانا شوف يعني هي مسكينه، المفروض ما تاشرك على نفسها، انا قاعد اشرك عليها. هي 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 الحوطي، هي الحوطي، يعني هي الحوطي اسمها الحين. قاعد تقول لي لابسه حلو ولبسك حلو، اخر شيء ما تعرف اسمي، تعرف المذيعه بس. يقول شيء هذه المذيعه ما عليه، ترى ساعات الواحد يعني ما يقدر يثبت الاسامي. صح يعني. انا ما فما ينلام، بس اكر تليفون خالد ولا خلاص راح خالد راح ضاق خلقه راح خالد. احنا عاد والله كنا يعني حاولنا نساعده والربح، وكان يعني السؤال سهل يعني، كانت الكلمه مطلوبه سهله، لكن مع الاسف ما عليه ما عليه. الحين عندنا سهام. سهام يا هلا والله، مساء الخير. مساء النور يا هلا، شلون صحتك؟ الحمد لله تمام. مبارك عليك شهر. علينا وعليك تبارك. شلون رمضان وياك؟ والله تمام، ماشي حال رمضان. المخرج يقول قول لها انا شو اسمي. منو؟ المخرج مالنا، مخرجنا بولند، يقول اسالها انا شو اسمي. اسمك لحظة. انت ولا اسمي؟ اذا قالت اسمي، لحظة، اذا قالت اسمي تفوز. يقول اذا قلتي اسمي انا، عاد اذا اسمي ما تعرفينه بعدها ما عندنا شغل بالتلفزيون، انا مسلسلات برامج مشكله. يلا قولي اسمي وفوزي. لا 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 راح عن بالي، اخترعت ترى، خاف. خلاص خلاص نعطيك سؤال، لا تروحين لا تزعلين، تعالي تعالي خلاص خلاص. اقري اقري لي على الشاشه، اقري لي على الشاشه.
كلمات على الشاشه بسرعه، الحرف على الشاشه عدلين بسرعه. يلا طلعت لا مو طلعت هات. لا 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 اسمك طلعت. انا الحين محمد وطلعت. يلا علي. لا 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 يعني ما تعرف اسمنا بذمتك ما تعرفين عبد الله طليحي. وين راحت هي؟ القمر وين راحت؟ لا حطوا 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 لنا لونج. حرام راحت. حطوا لنا لونج. وهل يخفى القمر؟ مشكوره ما قصرت. يعني يعني من 2009 برامج ومسلسلات ودعايات وتعبنا. لا 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 نطلع فاصل نطلع فاصل بس بس خلاص اخر شيء هذا المذيع. وهي المذيعه. هاي المذيعه هاي المذيعه ما يصير يعني. بس بس انا زعلت انا زعلت. المهم الفكره مسالك المخرج كان طبعا الكلمات المبعثره باسمي انا عبد الله طليح، لو مجاوبت انت اخذتي كاش. عموما بنطلع فاصل صغير الحين وبعد شوي ننتقل معاكم وين؟ حق مسابقات ثانيه. خليكم معانا لا تروحون بعيد. مستمرين معكم مشاهدينا مع التحدي والمنافسه في فورزا. معنا اتصال. وصلنا حق فقره وين؟ وصلنا حق الرعب. وين فيها؟ راح نروح كلنا مع جوجل ايرث. جوجل ايرث. اوكي ناخذ اتصالات بعدين نروح انا نهجم 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 ندش عليه. خلينا نشوف منصور. اهلا. هلا والله بمنصور. هلا فيكم والله. وان شاء الله انت منصور. بارك عليكم الشهر. علينا وعليك تبارك. منصور ما نبي نطول ما بقى شيء على الوقت ويخلص. تعال تعال بناخذك معنا. تعال تعال انا وعبد الله بناخذك. يلا يلا. وين وين في جوجل بيودينا مكان. يلا روح مع بعض اطلع. شوف هذه نقطة الاهل يمك خي يساعدونك. الاهل يمك. ها في نص الكرة الارضية هذا المكان شو اسمه بالضبط؟ اللي يطلع الشاشه. يلا شفته هذا المكان شو اسمه؟ في تايم 20 ثانيه. لا 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 ساعدوني ما تسرفني. يعني احنا دائما الشطار يروحون الشطار. شو قال؟ يو لوز. مع الاسف انت خسرت. عاد ساعدتك هي يعني حاولت قالت يعني ايه ما راح نقول جماعه خلاص. يلا من جدي. يلا اوكي يلا منو معنا؟ دلال. دلولي. هلا هلا بدلال. هلا بالدلالي كلها. هلا فيك. هلا فيك ومبارك عليك الشهر وان شاء الله وان شاء الله تفوزي معانا ان شاء الله يا رب. تحدين تفوز دلال. والله صوتها صراحة مبين عليها كذي. أنا أقول لك دلال تفوز. يلا ليش لا؟ إذا مخرجنا أو موعدنا نايف النعمة يرجع على نفس الصورة اللي قبل شوي صدقني راح تجاوب. ليش؟ ليش مخرجنا؟ أنا حاسة نرجع على نفس الصورة. أنا حاسة ثقافتها عالية. بس إحنا المشكلة شنو؟ المشكلة تدرين شنو؟ المشكلة إن إحنا مو بكيفنا. جوجل ماب هو اللي اختار فإحنا بس إنه نروح وهو يروح ويانا. عرفت شلون؟ دلول. دلول يا ويانا خذيها. تعال 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 يلا 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 يلا. هذا المكان ما طلع لك الحين يطلع في نص الكرة الأرضية. الله لا لا في آخر الكرة الأرضية. هذا شوفي بعد مو بنصها. تشوفينه هذا بعد ما يحتاج غير الحين نبي نعرف اسمه. إذا أخوك يمك ولا شيء ساعدك.
نبي نعرف اسمه. استاذ جابر هذا؟ ما ندري. استاذ جابر تقول. اوكي. خلنا نشوف الكمبيوتر شو يقول. ما عليه ما عليه. يو لوز. ما عليه دلال ما عليه. يو لوز. ما عليه ما عليه. انا حاسب احساسه والله. لا تضايقين دلال. بس ضايقت وراح يعني. بس زين قالت انه استاذ. اي اي استاذ جابر. اي ممكن ممكن تشوفه تقول صح مثلا تبوله صح. يا جماعه ثبتوا الخريطه وثبتوا المكان. احنا وين قاعد نروح؟ ثبتوا القاره احنا وين قاعد نروح؟ يعني تكفى لما تطالع جوجل ماب بسوي لكم انت حاول تشوف الكره الارضيه وين تلف وخل عينك معاها تدريجي شوف وين توصل هني عاد تخمن تبلش عارف الديره يمكن تصيد المنطقه يمكن تصيدها اوكي من بعد ذلك نسالك عاد المكان هذا شو اسمه تعطينا اسمه ماشي خلينا نشوف عندنا بعد متصل مساك الله بالخير فيصل يعطيك العافيه الله يعافيك شو صحتك حالك طول عمرك الله يسلم عمرك تبارك عليك الشهر علينا عليك تبارك يا حبيبي فيصل احنا في فقره الحين اسمها جوجل جوجل ايوه اوكي عرفت الفقره هذه قاعد تشوفها بالتلفزيون ان شاء الله ممتاز يا بطل راح نروح معاك مكان خلينا نشوف جوجل وين راح يودينا وراح تعطينا اسم هذا المكان وين مستعد مستعد ان شاء الله يلا فيصل يلا يلا حاول تنتبه وين قاعد يروح شوف بالكره الارضيه شوف يلا. شوف وين قاعد يلف شوف 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 انتبه على القاره انتبه على القاره انتبه على البحر انتبه على الديره هوبا هذا عاد معروف هذا المكان شكله معروف معروف ها فيصل يلا طلعت لك الصورة هذا المكان الجميل وين تدري اسمه شنو انت قلت شيء انت قلت شيء صح قول كمل شو اسمه دار الاوبرا الاوبرا دار الاوبرا الاوبرا هشو خلونا نشوف الاجابه واجابتك صح ألف مبروك ألف 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 مبروك 30 دينار كاش مقدمة من وزارة الإعلام وإجابته صحيحة 100% ألف 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 مبروك كسر لنا روتين جوجل إيه والحلو أنت ركز معانا بالكرة وهي قاعدة تروح وين راحت عند القارة وشنو قاعدة تسوي فألف مبروك عليك تستاهل إيه؟ هذا اللي برد الشمس هيا هو معانا ولا راح؟ لا راح راح؟ لا بس خلاص يلا عمي عليك بألف عافية إن شاء الله واستلم جائزتك بعد العيد راح يسمع الأغنية حلوة بالأوبرا وكذي برافو 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 عندك عايشة؟ عندنا عايشة هلا والله يا هلا بعايشة ومبارك عليك الشهر هلا عليكم خايفة لا لا تخافي عايشة لا تخافي لا تخافي شفتي تو فاز وبسرعة قالها بس شوفي انتبهي الكرة وهي قاعد تقرب يم الموقع وشوفي المكان صيد صيد القارة صيد الدولة صيد المنطقة بين ما تدري يمكن تطلع انت شوف تفائلوا بالخير تجدوه ويم شو اسمها شو اسمها هي؟ ايه عايشة عايشة طالعيني عايشة قاعد تشوفيني عايشة؟ عايشة سوي معي ها سوي معنا تعالي تعالي يلا تعالي 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 معنا وان شاء الله تفوزين انتبهي انتبهي على الكرة انتبهي ايوه يلا يلا يا حبيبتي يلا يلا يا عايشة شوفي 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 بس طوع له ما يطلع عندي بحين يطلع شوفي يلا يا بطل الله هذا مكان جميل جدا نتعلم فيه اي نتعلم الشطار بس الشطار انا اسف اذا جاوبت يعني شوي جامعة هارفرد شنو؟ جامعة هارفرد وتقولين انك ما تعرفين خلينا نشوف خلينا نشوف خلينا نشوف الجواب خلينا نشوف الجواب لا تسكري التليفون الف مبروك 30 دينار كاش مقدمة من وزارة الاعلام عليك الف عافية صح عايشة تقولين انا اخاف وما اعرف ليش ما تسألوني شنو أكلتي المفضلة؟ نسألك شنو أكلتك المفضلة؟ يلا والله كلهم تسألونهم إلا أنا ما سألت لا لا إحنا قلنا لك سكرين التليفون تعتقدين إيش حقه؟ ليش ما قلنا لك سكرين التليفون؟ قبل السؤال يعني من عيونك تتأسفين حقك على رأسنا قولي لي شنو تحبي التشريد؟ لا أنا أي شيء موجود على السفرة أحبه للحين ما لقيت الأكلة المفضلة كل شيء أكله
دائما برمضان واحد يكون يوعان تحسي كل شيء لين صح؟ شنو لك شيء تاكلينه؟ عارضه يعني ولا شنو؟ لا عبد الله قول شيء وما امشي شنو يعني؟ ضعيفه اكله مفضله اكله مفضله يقول لك في واحد يقول لك هذا عندي الطبق ذا بيست يعني انا تكلمين يقول لي مجبوس دياي والوالده كل شيء ما اقدر اكل الوالده لذيذ من صدقك وهي يوعانه والوالده تطبخ لك هالطبخات الحلوه ووزني ما يزيد لا وزن ما يزيد لعب رياضة ويزيد وزنك انا وعبد الله قلناها مره واحده لعب رياضه لا هي قالت تقول وزني ما يزيد. تقصد انه ما يزيد بالوزن ضايقه ولا بالعكس ما يزيد زين لا الناس المحسودين عرفت طبعا اكيد هسه تشوفيني انا لحظه شوفيني انا وانا اسوي دايت هي من الناس المحظوظين انه وزنها ما يزيد الحمد لله نعمه وانا عشان شي مستانس ليش متضايقه بالعكس لا هي مو متضايقه قاعد تحريني صح انا اشم ريحه الاكل امتن يلا تفضلي يلا زين عشان الله يومك ان شاء الله مبروك عليك 30 دينار كاش مقدم من زعفران كنا عندنا فاصل اي نطلع فاصل بس يلا فاصل خير مع التحدي والمنافسه في الفورت ونرجع لكم على لا 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 رجعنا لكم مشاهدينا مع التحدي والمنافسة في فقرات فورزا وننتقل طبعا إلى فقرة ثانية من فقراتنا شنو فقرتنا يا حيا فقرتنا الصور وأرقام وشكلك كنت قاعد تطلع على المتصل علي نعم كنت قاعد تطلع على علي صح علي المتصل علي وينه السلام عليكم علي شلونك الحمد لله تمام بارك عليك الشهر علينا عليكم إن شاء الله تمام انتم بخير اي علي شيء صوته هادي علي شنو تحب تاكل برمضان كل شيء بدون يعني حق المتصل اللي قبل شوي يعني شنو كل شيء اوكي شو تحب اكثر شيء تحب التشريبه برمضان مجبوس دياي كفو ذيب هذا سميه بالاكل مجبوس دجاج هذه الوجبه صدق الفاخره يعني شيء جميله مع الحشو هذا عموما عليك بالف عافيه وعدتني هذا راح يكون سحوري اوكي وصلنا حق فقرة الصور إيه؟ والأرقام تركز بالصور وتركز بالأرقام اللي وراء الصور وحين راح نسألك يلا نشوف على الشاشة ركز معنا حين يطلعوا لك هذه مجموعة صور لطبعاً أماكن أعلام 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 كاهي أعلام شوف الصور أعلام راح نسألك الحين مثلاً عطني رقم مثلاً عطنا رقم 6 عطنا رقم 6 شنو كان العلم اللي على الصورة رقم 6 رقم 6 اي جزائر ما ندري خلينا نشوف الكمبيوتر شو يقول لنا يو لوز مع الأسف هل شوف العلم؟ إجابتك غلط كان غلط علم المغرب غلط وهذا علم المغرب تركيزك ما كان جيد إن شاء الله طبعاً تتصل علينا مرة ثانية وتكون قد التحدي وتفوز بالكاش عندك نورة نورة ألو يا هلا بنورة هلا فيك حياتي ومبارك عليك الشهر يا نورة علينا وعليك يا قلبي يا بعد عمري شوفي على السريع بسألك ها شنو أكلتك المفضلة برمضان؟ اكلتي التشريبه ماكو غيرها مو الجيمات قال تشريب اي تقول تشريب ماكو غيرها بس مو الجيمات لا مو الجيمات زين تشريبه الحين ابيك تشوفين الصور اللي موجوده اوكي وبعدين تقولي لنا او نعطيك الرقم وتقولي لنا شنو الصوره اللي كانت موجوده انتبهي حق الشاشه ها يلا شوف الشاشه خلينا نشوف الصور مع بعض اوكي اعلام دول ركزي بالاعلام هذه راح نعطيك الحين رقم الرقم اللي مع العلم اوكي يلا اعطينا رقم مثلا 9 يلا خلينا نشوف رقم 9 يا بطله رقم 9 شنو كان في تايم رقم 9 شنو كان
رقم اي 9 شنو العلم اللي كان فيه؟ لندن. شنو؟ لندن. لندن؟ لندن لندن لردن لردن لردن. خلينا نشوف الكمبيوتر شنو يقول لنا. ألف مبروك والإجابة صحيحة. المملكة تشجيع الجميل الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية جابتك صح. ألف مبروك صح. ألف بالمية ألف ألف مبروك تستاهل. عندنا آخر متصل في فقراتنا اليوم وبرنامجنا لهذه الليلة. معنا فهد. مساء الخير. يا مساء النور والنوير. شلونك فهد؟ الحمد لله بخير. مبارك عليك الشهر. أنا عليك تبارك. الحين ما عندنا وقت فبسرعة راح نروح على الشاشة نشوف الصور والأعلام ونشوف الأرقام اللي وراهم وركز بالصور. يلا. أوكي. يلا. هذه مجموعة أعلام قدامك. إيه. وراح نعطيك الحين رقم. عبد الله راح يختار لك رقم. اختار لك رقم. قول لي الرقم هذا مقابل أي صورة. أوكي. الرقم يا طيب نبي نسألك على الرقم. خلنا نشوف سبعة. سبعة؟ سبعة. الكويت؟ ما أدري. خلنا نشوف الكمبيوتر شنو يقول لنا. ألف مبروك. إجابتك صحيحة 100%. دولة الكويت و30 دينار كاش مقدمة من وزارة الإعلام. أعتقد إحنا وصلنا لطبعاً ختام حلقتنا وفقراتنا لهذه الليلة من برنامج المسابقات الجماهيري فورزا. طبعاً من التقديم عبد الله طليحي وهي الحوطي. هي لقيت قال صرنا نقول أسامي عشان يركزون معنا. ماكو مشكلة. طبعاً أنا أحب أشكر دائماً أشكر الهير ستايل وتسريحات الجولتشي كمان من منى علوش والمكياج الجميل ستايلش من تسنيم من منصور والملابس من أيمن سردين. وشكراً نشوفكم على خير باكر. ابتدي طبعا انتهت حلقتنا وفقراتنا. نشوفكم غدا بإذن الله تعالى مع التحدي والمنافسة في فورزا. في أمان الله.